يطلع شكله، بس انا حاسه انه كثير رح يطلع حلو صراحه. اوكي فبنجربه هلا وبعدين تحكي لي شو رايك. ماشي، بس ولا مره لبست هيك شيء على بليزر ما، عشان هيك لازم تجربي شيء جديد. تاكدين يا جماعه بيهرب. طيب لا يلا خلص هلا بجربه بشوف كيف رح يطلع. يلا بنشوف، ادخل اقيس يلا نرجع نشوف. يلا زان احكي لي شو رايك بالاوتفيت هلا قبل ما نفوت. كثير كنت خايفه بس هلا حابه اعرف شو رايك بعد ما جربت. وانه جربتي اشي خارج عن الاشي اللي انت معتاده عليه، بتمنى انه يكونوا صراحه الناس كثير استفادوا من هذا الاشي لانه اكيد كل حد عنده بليزر بالخزانه. طبعا في طرق كثير ممكن تلبسوا فيها البليزر، وجد بتمنى يكونوا استفادوا من هاي الحلقه. ثانك يو ايا. ثانك يو كثير رزان.